ليه ما بنعمل نحن بننشأ حديقة عامة بشكل قرية نموذجية تضم انه مثلا سيارات بيقدروا اولاد الضيعة او حتى يجي ناس تاني انه يتفسحوا، وبنفس الطريقة هالام والبي اللي كمان ما قادرين انه يظهروا برات البلد بيحطوا اولادهم كمان وعم يراقبون، وبنفس الوقت في مكان لكبار السن انه اذا حبوا هن يجتمعوا مع اصحابهم يلعبوا طاولة ورقشي. وكنا نحن شجعنا بضيعتنا على السياحة وعلى الاقتصاد وعرفنا شو هي بلدتنا. المرأة هي كل شيء، هي نص المجتمع، هي اللي بتعرف شو اللي بتحتاجه، هي بتعرف شو اللي بينفعها شو اللي بيضرها. فكرمال هيك المرأة عليها مفروض انها تشارك مش بس بصنع القرار، بكل امور الحياة مفروض المرأة تشارك. المرأة بتساوي الرجل، والرجل والمرأة بتساوي عائلة، والعائلة هي بتساوي الوطن. فالمرأة ضروري مشاركتها بالمجتمع.